سوف نتابع عبد الغني. جول! الله! يا سلام يا سلام يا سلام! عبد الغني منير ينير مرمى الخرافة لهدف أول على بابا جبريليو. محاولة إلى الجهة اليسرى إلى حمودان، أحمد حمودان إلى الأمام، الله الله على دياغو بزيرا، اللاعب البرازيلي بعرضية. يا سلام يا سلام! هل يتقدم دياغو؟ هوبا! دياغو لاحظ الإعادة وبالعرض الباقي يصطاد الحارس، يصطاد الحارس أسامة محمد في هذه الفرصة بخبرة السنين، بخبرة أيضا الخبرات الكبيرة لأيضا اللاعب تياغو بيزيرا المهاجم البرازيلي. صح الآن المتابعة تسديدة. جول 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 لنفس الطريقة لتياغو البرازيلي، هدف ثالث للهلال محمد. هلال محمد السعيد يسجل الهدف الثالث للخور على حساب الخرافة.